كابتن عادل هارد لك، وزي ما قال الكابتن اسامه عرابي ممكن تلعب ماتش كويس، ولكن الفريق اللي قدامك بحجم ريال مدريد ممكن يستغل الاخطاء، وعشان كده طلعت النتيجه كبيره شويه. ما علشان النادي الاهلي برضو كبير. انا لازم اقول لك كده، لازم اقول لك احنا بدانا خطا، واتكلمنا على البدايه بتاعتنا ان احنا عشان هنطور، لما نيجي نطور هنطور على حساب الفرقه، وانا قلتها لك من الشوط الاول قبل المباراه، قلت لك كابتن ايمن لما تبدا باقصى حاجه هجوميه مع فرقه زي ريال مدريد، لو دخل فيك جون يعني التعديل مش هتعرف تعدل. فاحنا قلنا كمان احنا قلبنا العمليه، بدانا الاول البدايه بتاعتنا ان احنا نعلى. انا علشان دايما النادي الاهلي عندي يكسب اي حد ويحاول يكسب ريال مدريد ويقدر، انت كنت كويس، انت بتلعب كويس، لكن انت لما جيت يعني تطور هتبقى على حساب الفرقه، علشان انت بادئ من فوق مش بادئ من تحت سنه سنه. هي دي اللي انا واخدها النهارده على كولر، ان هو بدايه لعب مهاجم قوي، يعني طب لما تيجي عاوز تعوض هتعمل ايه؟ لازم تغير، هتغير انت عامل اعلى سقف، هتنزل ولا هتعلى؟ لو عليت هيحصل النتيجه دي، واحنا حذرنا منها النتيجه، يعني انك انت في التطوير هيؤدي انك انت هتخسر يعني كتير، لان انت بتلعب ريال مدريد، اولا لا تخطأ عنده في 30 يارده الاخرانيه، لا تفتح المباراه معاه بالنسبه للريال. ما ينفعش تعمل كده، في انديه في العالم كده، منها الريال بالذات. الريال يمكن في انديه ممكن تمسك عليك الكوره وتقعد تنقل عشان تضيع وقت او تستحوذ، لكن الهلال لا، الريال لا، الريال على طول على الجون، على طول بيلعبوا على الجون ويجيبوا جون ويجيبوا الثاني ويجيبوا الثالث ويجيبوا الرابع. عشان كده احنا اتكلمنا من الاول ان كان يجب نتحفظ قوي، رغم ان انت عملت جيم كويس، جيم كويس من ناحيه افراد، لكن لما تيجي تتضرب في كام كره كده وتتغلب 4-1، انا بعتبر ان انت يعني افردت في الحته الهجوميه. ليه؟ لان الموضوع خرج من ايدك، انت عاوز تطور، عاوز تعوض، عاوز تكسب، كنت اجل للاخر. دائما الفرق الكبيره زي ما الفرق بتلعبنا في مصر بيخلوك حتى لما بتجيب فيهم جون بيخلوك لاخر 10 ربع ساعه، علشان لو ما خسرش، لو ما تعادلش او ما كسبش ما تفتحش ما ده اللي كان قطع. الحاجه الثانيه المهمه، يعني انا في كام لاعب النهارده في الملعب، يعني حسين الشحات من افضل لاعيبه النادي الاهلي. اقول لك حاجه، لو كان كمل المباراه كان يبقى من افضل اللعيبه في الفرقتين النهارده. هنتكلم في التغييرات بعد كده بس طبعا، ولكن اللي انا عايز اقوله لك كابتن، حاجه تانية مهمه، يعني انت عندك المباراه القادمه اصعب من ريال بالزبط. مدريد بالظبط، نبص بقى اللي جاي وصعبه. صح. مباراه صعبه جدا، هيلعبوك بشراسه اكتر من ريال طبعا. مدريد طبعا طبعا، لانهم هم لانهم هم كمان فرقه كبيره قوي من امريكا الجنوبيه، وجاي تلعب في كاس العالم، مش ترجع متوقع ان يوصل النهائي على الاقل. هيلعب نهائي، هو رايح في دماغه يلعب نهائي مع ريال مدريد، وده الوضع الطبيعي دايما، بطل اوروبا بيقابل بطل امريكا الجنوبيه في معظم الاحيان. في معظم الاحيان في كذا بطوله ورا بعض. لكن المهم ان انت النهارده درس تتعلمه، انك يعني ما تفرطش في حته الثقه في طريقه اللعب قوي، يعني انت بتلاعب فرق كبيره، يعني انت ريال مدريد ده حاجه تانية خالص، برشلونه حاجه تانية، الفرق دي حاجه تانية، فانت ما تستعجلش معاهم، خليك يبقى رد فعل ما تبقاش فعل. احنا النهارده في بدايه الماتش عملنا فعل، فلما كنت ماشي كويس وادينا هايل، بس اللي هي الجون بيجي في ثانيه، الخطأ اللي جه ادى انك انت تنزل تاني شوط، علشان انت كان في دماغك سيناريو اخر مش تقدر تعمله، فحبيت تحاول فاستنيت 20 دقيقه، بعدين لما نزلت يعني ما قدرتش تستوعب ان ده الريال. يعني في الاخر عايز اقول لك ننسى المباراه دي، النادي الاهلي عمل المباراتين الاولانيين هايلين، المباراه دي اجزاء منها هايل، وفي حته انك انت
طول الوقت لازم تبقى بتلعب على الخطأ، لأن الكرة الهدف بيجي من خطأ، عمر ما الهدف بيجي من مهارة لاعب بس، أولا خطأ وثانيا مهارة لاعب بيستغلها اللاعب. فأنت هارد لك خلاص، اقفل وروح للمباراة القادمة لأنها فيها صعوبة، شراسة أكتر من ريال مدريد، قوة أكتر من ريال مدريد، مجروحين صح، مش هيتجرحوا مرتين من فرقة عربية، بيلعب على ميدالية لا. وكمان أنت عارف أكتر حاجة ما كانش لصالح النادي الأهلي إيه؟ خسارة ريال مدريد من مايوركا. ده في بداية، عارف لما يجوا بالنشوة بتاعتهم إن هم كسبانين وكده كان ممكن يتخطفوا، لكن هم طول الوقت واقفين، بدليل التشكيل بتاعه ما كانش يلعب بالتشكيل ده، ده لعب بالأساسيين كلهم، سيبك من المصابين، ده ريال مدريد لازم يبقى عنده كل اللعيبة جامدة. أنا كلمتك على 560 مليون يورو في الملعب، أنت حوالي 29 انت لا 29 الاهلي كان، لكن انا بكلمك جوه الملعب انت ممكن توصل ل 15، فانت بتتكلم على 40 ضعف، مفيش مشكله. بس انا عندي النادي الاهلي دايما لو كان النهارده اتاخر الهدف في الشوط الاولاني انا كنت اقدر اقول لك ان كان السيناريو يتغير تماما، ولو ما كناش استعجلنا في حته انك يعني عايز تكسب بدري وانك بتلعب بتشكيل عايز تكسب بيه بدري كنت ممكن في الآخر تفاجئهم بنفس التشكيلة دي.